عدى 13 محاميا ومحامية ممن تم قبولهم للإجازة والمزاولة لدى المحكمة الكنسية اللاتينية القسم أمام غبطة الكاردينال بير باتيسيا باتسابالا بطريرك القدس اللاتين، وذلك في كنيسة الراعي الصالح بمركز سيدة السلام بعمان، بحضور سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن وعدد من منتسبي الجهاز القضائي في مطرانية اللاتين وممثلين من الكنائس المختلفة والعاملين في المحكمة الكنسية وأصدقائي وأزواج المحامين والمحاميات. وفي كلمة له رحب الكاردينال باتسابالا بالسادة المحامين مثمناً دور مهنة المحاماة في إظهار الحقيقة ونشر العدالة، متمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية التي تصب في خدمة الكنيسة وتحقيق العدل بين الناس والوئام بين الأسر. وبعد أداء القسم قام غبطة البطريرك بتسليم المحامين شهادات المزاولة، وفي ختام الحفل تقبل المحامون الجدد التهاني من الحضور. هذا وقد تشكلت رتبة أداء القسم القانوني من 3 فئات، حيث يتقدم أداء القسم رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية الأب الدكتور أكثم حجازين الذي كان قد أدى سابقاً القسم القانوني أمام الكاردينال باتسابالا بممارسة مهامه بأمانة وأخلاص. تلاه موظفو محكمتي البداية والاستئناف، وهم الأساتذة رامي حدادين، فؤاد حجازين، منصور ريحاني، وإناس حدادين. ثم تقدم المحامون الجدد لأداء القسم القانوني، وهم الأساتذة أديب حواتمة، خلدون صلايطة، رائد عمارين، رولا حنظل، زهير بطارسة، سهى عناب، طارق حجازين، فرات حمارنة، لينا خضر، ناظم نعمة، ندى الور، هيثم عريفج، ويعقوب الفار.